مبدئيا كده انا بقالي 15 سنه بتفرج على كوره. اكتر حاجه كنت فرحان بيها في حياتي ان انا حضرت معجزات كتير في عالم كره القدم ممكن ما تتكررش، زي مثلا ثنائيه كريستيانو رونالدو وميسي، انا حضرتها من اولها لحد دلوقتي. تتويج ليستر سيتي بالدوري الانجليزي دي معجزه انا حضرتها ولا شرف ان انا حضرتها. حضرت الفتره بتاع بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو والخناقات العنيفه جدا اللي كانت بتبقى في المؤتمرات الصحفيه وجوه الملعب. قلت بس استكفيت، مش هتفرج على كوره تاني فيها حاجه جديده او مفاجاه او اي حاجه ممكن تقول عليها ان هي معجزه بالنسبه لك. بس مشاهده منتخب ايطاليا بيلعب كوره جميله دي مش معجزه، دي كذبه ابريل بالنسبه لنا كمصريين، اللي هو لو حد قالها لك مش هتصدقه خالص. انما لما تيجي تتفرج في نسخه يورو 2020 اتاجلت بقت يورو 2021 على منتخب ايطاليا بيلعب كوره هي الاجمل في تاريخ منتخب ايطاليا وفي تاريخ الازوري، لا انا مستمتع وانا كده اشتريت جدا. بما اننا بقى في معجزه ايطاليا فنتكلم الاول عن مباراه ايطاليا وبلجيكا، المباراه اللي كان فيها شوط اول عظيم جدا 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 من ناحيه الفريقين. شوط اول كان بيعتمد فيه السيد روبرتو مارتينيز، على فكره اعتمد فيها كل المدربين اللي لعبوا منتخب ايطاليا النسخه الحاليه، وهي ان خط دفاع ايطاليا بطيء، بونوتشي وكليني بطيء، فاحنا نلعب لعيب جناح سريع يستغل البطء شويه بتاع الاثنين مساكين ده، ونقطع الكوره بلعيبه نص ملعب جيدين زي يوري تيليمانز وكمان جنبه اكسل فيتسل وموجود توماس موريه وتورجن هازارد على الاطراف وتحتيهم توبي وفيرمايلن ويان فيرترونجو وطبعا تيبو كورتوا حارس مرمى وكيفن دي بروين وقدامه لوكاكو وجيريمي دوك. 3-4-1-2 محترمه جيده، انا ما عنديش اي مشكله خالص فيها، حتى لو انت بتلعب بال 3-4-2-1 وكيفن وجيريمي دوك تحت لوكاكو ما عنديش اي مشكله خالص. بس مشكلتي بقى انك تعرف تستغل الهجمات المرتده اللي انت تعملها على منتخب ايطاليا، لانه وقتها هتلاقي ان دوناروما بيكرر يتدخل. دوناروما اللي عمل بطوله جيده جدا، دوناروما اللي له تعلقات الشوط الاول في تصويبه زي تصويب كيفن دي بروين او كمان الشوطه بتاع لوكاكو كان الماتش ممكن يتغير وكنت ممكن تلاقي منتخب بلجيكا بدا ان هو يخش في الجيم ويسجل. بس لا، منتخب ايطاليا برغم كده عارفه تمشي كوره كويس، عارفه ان منتخب بلجيكا كالعاده زي المنتخب بيعتمد على الهجمات المرتده وصدمه، لان ايطاليا بقت بتحب السكس فوتبول وبقت بتحب ان هي تبقى عندها اكبر نسبه استحواذ، لان احنا طول ما احنا معانا الكوره ومفيش اي هجمات مرتده هتروح علينا ومش فيش اي خطوره هتروح علينا الا لو الكوره اتقطعت، وحته لو الكوره اتقطعت دي مش هتتقطع بالسهل. احنا عندنا خط نص محترم في فيراتي في باريلا في جورجينيو فيراتي بيقدموا مستوى مميز جدا، وباريلا بيقدم مستوى مميز رغم الهدف اللي هو جابه، الهدف اللي جابه بطريقه جماليه بيقدر ان هو يعدي من تورجن هازارد ومن كمان توبي الدرفيلد وبيحطها في المرمى مباشره عشان خاطر المباراة تسهل على المنتخب الايطالي. 1-0 منتخب بلجيكا بدا يفتح، منتخب بلجيكا قرر ان هو هيطلع يهاجم، فانسيني يجي عامل لهم ارطوة عالمية مثالية جميلة بتروح على مرمى تيبو كورتوا بتعلى وتتفرج عليها من بعيد كده من كذا زاوية، ايه الجمال والابداع والامتاع ده. المباراة خلصت على كده بقى، منتخب بلجيكا خلاص بعد ما راح وضيع ولا تألق دوناروما ده هيهمد، لا جيريمي دوك برضه لسه بيقابل نفس الروح والحماس اللي عنده، هجري وهعدي وهسوق نفسي النهارده لكل الانديه العالميه اللي هو يا جماعه ده بيلعب فريم معاه 19 سنه، اتفرجوا عليه كويس، اتفرجوا عليه كويس. الراجل بياخد ضربه جزاء بيخش لوكاكو يسجلها، داخلين الشوط الثاني 2-1 لمنتخب ايطاليا، ومفترض ان منتخب بلجيكا ينزل الشوط الثاني عنده روح وحماس وعايز يرجع في النتيجه. منتخب بلجيكا فعلا نزل عنده روح وحماس وعايز يرجع في النتيجه، بس منتخب ايطاليا احنا عندنا جرينتا، احنا بنلعب كوره بس ما تخلاش على جرينتا برضه، يعني مش معنى ان احنا نلعب كوره جميله ان انا بعيد جرينتا في البيت وانا جاي، لا يا معلم انا عندي قلب وعندي روح وعزيمه واتفرج على بونوتشي وكليني وهم بيخبطوا في بعض كده هتعرف ان الموضوع بالنسبه للدفاع الايطالي مش بنهزر. احنا بنلعب كوره هجوميه بس مع ذلك لما بنحب ندافع لا مؤاخذه احنا تليان، يعني انت بتقول ايه اساسا؟ ده احنا اللي اخترعنا الدفاع يا باشا، فلما احنا نرجع ندافع وقتها هيبقى مطالب منك انك تسجل. وانت عندك لوكاكو في الماتشات الكبيره بعافيه شويه، يعني التركيز بتاعه بيبقى ضايع شويه، يعني لوكاكو لما بيسجل في الماتشات الصغيره يقول لك ايه؟ تربيه تيري هنري، تيري هنري اللي بيقعد يتدرب فيه كل مباراه، فتيري هنري بيحسب له الشغل اللي مع لوكاكو، انما لما لوكاكو يجي النهارده ويشوط الهوا ويطلع بتوقيت متاخر في كره عرضيه، لا لا المشكله في لوكاكو بقى، المشكله مش في تيري هنري، علشان خاطر نلاقي ان منتخب ايطاليا خلاص قفلها طبق مفتاح ومرتدات، لان بعد تغريد فيدريكو تشيزا الموضوع بدا ان هو منتخب ايطاليا خلاص بيعتمد على انسيني وبيعتمد كمان على اموبولي. اموبولي نوعا ما قدم بطوله مش كويسه، بس برضه اموبولي وجوده كلاعب 9 محترم بالنسبه لمنتخب ايطاليا، لا الراجل مطلوب جدا ان هو يكون موجود جوه الملعب علشان خاطر منتخب ايطاليا يخلص الموضوع بالفوز بالمباراه 2-1، وزي ما كابتن دي بروين مره كريستيانو رونالدو باب الخروج طردت الماتش اللي بعديه على طول، يعني فيراتي راح ماسك كابتن دي بروين وقال له خد تعالى الباب هناك وابص الباب هناك علشان خاطر
انريكو يقول لهم بص يا جماعه احنا يعني لما كسبنا منتخب ايطاليا في نهائي اليورو اللي قبل اللي فات 4-0 وعملنا اكبر فوز في تاريخنا كنا بنهرج معلش يعني اللي هو انا جايب نسخه منتخب اسباني من غير ولا لعيب من ريال مدريد والحمد لله رب العالمين النهارده عرفت ان انا اخلص النحس بتاع يان سومير اللي هو اتفرجت على مباراه اسبانيا النهارده قدام سويسرا هتلاقي ان عنوان المباراه تالق سومير وأول ما دخلنا على ضربات الجزاء وكنت شايف ان منتخب اسبانيا مش عارف يجيب جون والدنيا ضايعه كده قلت خلاص انتهت لان انا الفرقه الوحيده اللي بشجعها في البطوله دي هي اسبانيا يعني برغم كلام المنتخب بتاعنا بس انا مشجع اسبانيا. وبعد ما قائد بوسكيتس عمل القرعه مع سومير قرر ان هو يخش يشوط فراح مضيع قلت بس هي الموضوع كده خلص وضب ومفتاح وصح لانه نايس سمون لسه اتفرج عليه الاسبوع اللي فات قدام كرواتيا بدري بيرجع له راح شط الهواء فده مش صد ضربات جزاء فلقيت نايس سمون ده بيصد ده كويس ده ماشي اهو الحياه حلوه اول واحده راح الناحيه الثانيه بس كويس برضه علشان خاطر ابص الاقي منتخب اسبانيا دخل تاني ضيع اللي هو طب هو ايه بالظبط رجع طب احنا هنعمل ايه بالظبط علشان خاطر اقول خلاص الموضوع انتهى اوناي سيمون صد واحده وعمل اللي عليه علشان الاقي اوناي سيمون صد الثانيه وبعديها جيرارد مورينو بيخش يجيب الثالثه وبعدها بيخش لعيب منتخب سويسرا بيطلع بره علشان خاطر تيجي مايكل اوريزابيجال علشان يسجل هدف والمنتخب الاسباني يكسب ويوصل عشان يلعب ايطاليا في ربع النهائي بس انريكي وهو رايح بيقول لمانشيني ابوس ايدك ما تتكش عليا لان احنا ماشيين بمراطة وماشيين بجيرارد مورينيو وملحمين الفريق والنبي ما تتكش عليا انا بتاع السكس فوتبول اللي كسبكم اربعه بتاع السكس فوتبول خلاص يعني الراجل اعتزل وبطل تدريب فبالراحه على فهم بالراحه على الناس بقى بطل فتره بقى والجرينتا بتاع ايطاليا عايزين تكسبونا 1-0 او 2-0 تبقى محترمه كده في الماتش بتاع ايطاليا واسبانيا الجاي بس الكل مقام المقال والكل حديث حديث بس المهم ان احنا استمتعنا النهارده جدا بالمباراه الجميله جدا بين منتخب ايطاليا ومنتخب بلجيكا واستمتعنا كمان بمتعه ضربه الجزاء والاثاره بتاع ضربه الجزاء في المنتخب في مباراه منتخب اسبانيا وكمان سويسرا فعايزين احنا اتفرجنا على يوم دسم جدا وفي نهايه اليوم الدسم ده معلش مش تيجي على الثمن ده بتاع اخوك تعمل لهم لايك او سبسكرايب لا عيب ولا حرام يا صاحبي والله ما بتعبك معايا بس برضو يعني خليك معايا محترم شويه معايا اعمل لي لايك او سبسكرايب او حتى انزل اعمل لي كومنت ايجابي او حتى كومنت سلبي بس اعمل اي حاجه يا صاحبي معلش يعني